منتخب طاجيك كيف كما شفتوا ما كانش ساهل الصراحه حنا ما فاجئناش كنا كنعرفوا باللي المستوى ديالو تابعنا في كاس اسيا والحمد لله على ثلاث نقاط دابا ان شاء الله نركزوا على المقابله التاليه ديال منتخب بنما ان شاء الله هي اللي غتحسن الصراحه كيف ما كنعرفوا الحمد لله كان التواجد ديال المنتخب ديال الجمهور المغربي ما قراناش يزيد يستنى حتى هو واحد كيعطينا واحد الدافع بالنسبه للجمهور ديال طاجيكستان اللي كان كثر الصراحه ما كانش واحد الضغط بالعكس واحد حافز الحمد لله حنايا اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي كسبوا واحد التجربه واحد الاكسبيريونس اللي مولفين يلعبوا تحت الضغط.